انت بتقول انك حكيم مش عيان؟ لا عيان. عيان بايه؟ وانا مجنون اقولك انا عيان بايه وحاسس بايه؟ ايه مالك؟ سنتي بتوجعك؟ فين 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 فين؟ انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا. بدور على الدواء. انت لازم لك واحد دكتور حالا. انت مش بتقول انك دكتور؟ ايوه صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم. لا ارجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا. اصلا انا بس مش حكيم اسنان. ايه؟ امال حكيم ايه؟ حكيم عيون افهم في العين، وافهم كمان في رموش العين. حكيم عيون افهم في العين، وافهم كمان في رموش العين. اعرف هواهم ساكن فين، واعرف دواهم يجي منين. قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه. علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرا واحكيلي عليه. اللي مكتوب فيه بيخوف، مقدرش احكيه. بيخوف مين؟ بيخوفني. انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي. يا ريتني صحيح اقدر اكشف قلبك واسأله علي في بالي. تسأله عن ايه؟ عايز اعرف ان كان مشغول ولا خالي. شيء ما يهمك شيء. ما يهمنيش ازاي؟ طب ما تعيط شيء. عندي سؤال لو تسمحي، اقدر اقولهولك؟ اوي. فيه يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ فيه يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ والشخص ده موجود هنا؟ يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟ بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟ ابدا، هو حزعل منك ليه؟ دلوقتي بس صدقتك، خدعوني قلبي وعنيا، واللي انكتب جوا في قلبك اتري لغيري مش ليا، اتري لغيري مش ليا، مش ليا.